ولسه مكملين معاكم فقراتنا. وصلنا لفقره المطبخ. منورني في استوديو شيف نور نجا اللي عاملها حته اكل السمك بقى. ازيك يا شيف؟ ازيك؟ منورني في استوديو بوجودك. قول لي بقى هتعمل لنا ايه؟ احنا النهارده عندنا اكله لذيذه جدا. عندنا صينيه سمك بوري بالبطاطس. الله. وعاملين الرز بالشبت. انا شيف بقى اسكندرانيه فانا احب السمك قوي. انا كمان اسكندراني. منورني في استوديو. ثانك يو. قول لنا بقى كده الانجريدينتس عشان ننزلها على الشاشه. تمام. احنا عندنا معانا سمك بوري. عندنا بطاطس شرايح مسلوقه. عندنا زيت. بقدونس مفروم. ملح. فلفل اسود. ثوم مفروم. ليمون. 6 ليمونات. وطماطم شرايح. وفلفل حراق. ده بالنسبه للسمك. بالنسبه للرز، كوبايه رز وزيت وزبده وملح وشبت. اوكي. الشبت مع الرز. شبت مع الرز. طب حلو قوي الموضوع ده، جديد. ايوه. هنبدا بايه؟ احنا هنبدا الاول بالرز معانا. اوكي. بس انا شايف بحب قوي الشبت، بحبه جدا خصوصا مع السي فود. بصي، هو احنا عاملين بقى طريقه الرز كزبره كمان، بس الكزبره الخضراء. احنا بقى بنعمل ايه؟ طريقه لذيذه جدا بنعمل بيها الرز. اولا بنحط الزيت. تمام. تمام. حته زبده. اوكي. اوكي. اشمعنى رز السمك لازم يحطوا الزيت مع الزبده، مش زبده مش سمنه مثلا بس؟ او ممكن سمنه. هو الزيت الاول لازم يتحط علشان ما يحرقش الزبده. تمام. الزيت بيحافظ على القوام بتاع الزبده او السمنه بحيث ان هي ما تتحرقش على النار العاليه. تمام. خلاص حطينا الزيت والزبده. الزيت والزبده. هنستناهم يعني يسخنوا كويس. تمام. على النار، وبعد كده هنحط. بالنسبه للشبت بقى، احنا عاملينه بطريقه لذيذه جدا. الشبت احنا في اي خلاط. على كوبايه الرز كوبايه ميه. ده الطبيعي. فيبقى عصير شبت. فاحنا بنفرم فيه الشبت. وبعد كده نصفيه، فبيبقى لونه معانا ايه؟ حلو حلو. اخضر كده. وهو ده اللي بيتسلق فيه الرز. فهي طريقه لذيذه جدا. انا بشربه ده يا شيف على فكره. بعمل جرين جوس في البيت بقى عشان انا هيلثي جدا. بعمل جرين جوس. وممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل كزبره بنفس الطريقه. يبقى هو واخد طعم الشبت او واخد طعم الكزبره. أيوة. ونفس الوقت بيبقى لونه. حلوه قوي الفكره دي. اخضر. تمام. سخنت معانا الزبده. هنحط الرز. اوكي. هو الرز بيبقى ممكن ياخد تحميره كده. ياخد تحميره. ممكن يبقى منقوع الاول او لا، مش فارقه. هنديله تقليبه كده على النار بسرعه. في ناس بتحب تخلي النشا اللي فيه عامه يعني. بالظبط. ايوه. فتقريبا حلوه كده على النار لغايه ما يبدا بس ايه يعني ياخد تحميره سريعه على النار. اوكي. واول ما تسخن هننزل بميه الشبت. تمام. بس هي فكرته بسيطه جدا طبعا. لا ملح. ولذيذه قوي قوي قوي. ولونه بيبقى ايه بقى يا شيف؟ لونه بيبقى اخضر. حلو. فهي حلو. وفي نفس الوقت الشبت بيبقى ماشي مع السمك. بالظبط. انا بحب قوي الشبت مع السمك. ماتشنج حلو قوي. ايوه. بس فهياخد كده ال السخونيه بتاعته كويس، وبعد كده نقوم حاطين الميه ونغطي عليه. واحنا كده خلاص طريقه الرز العاديه. طريقه الرز العاديه. تمام. فهي تمام. التركه بتاعتها بس ان الشبت. اوكي. عملناه في الخلاط. أوكي. وبقى اخذنا ميته. خلاص نبدا بقى في الصينيه. في صينيه السمك بقى. تمام. صينيه السمك دي ليها كذا طريقه، بس انا بعملها بالطريقه الاسكندراني البيزك اللذيذه. تمام. معانا السمكه. أوكي. هنبدا ان احنا ناخدها. احنا فعلا كاسكندرانية بنحب طعم السمك، مش بنحب فليفرز تساوي تغطي على طعم السمك حقيقي. هنديها كده تشريحه بسرعه. اوكي. نقطعها كده جنب. نعمل فتحات بسيطه في السمك. في السمكه. بعد ما نكون نضفناها طبعا. بالظبط. هي السمكه اولا لازم تتنضف كويس جدا. عشان الزفاره اللي فيها. بالظبط. فبننضفها، بنشيل القشر بتاعها كويس. طبعا لازم تبقى السمكه طازه. ايوه. بنعرفها منين؟ بنعرفها من ان عينيها لازم تبقى بتلمع. يعني السمكه تبقى بتلمع كويس. بتبقى لو دوسنا عليها كده ترد تاني. تمام. ما تبقاش الغشيم بتاعتها برضو تبقى حمراء من جوه. يعني دي الطرق اللي احنا بنقدر نعرف بيها السمكه الطازه من السمكه البايته. اوكي. تمام. هنبدا بقى نحط شويه ملح وفلفل. عليها كده. يعني بنحط الملح التوابل. يعني نبدا ان احنا ايه وندخل ندخل في الفتحات اللي احنا عملناها وفي البطن. تمام. كده كويس. يعني أوكي. نديها كده ايه ملح ندلعها وندلكها وكل حاجه. خلاص. الفلفل. تمام كده بالظبط. اوكي. نديها بقى تتبيله حلوه كده
وتبقى داخله في كل في بطنها في في التشريحات اللي احنا عاملينها كل حاجه تمام. وبعد كده نبدا نجيب الثوم خلاص برضو نفس الكلام نبدا ندخله في الثوم ده ثوم مفروم بس مش مفروم قوي يعني مش مفروم لدرجه ان هو يبقى مفروم يمكن اعمله قطع صغيره مثلا قطع صغيره بيدي يعني طعمها بيبقى احلى صح من الثوم المفروم قوي تمام كده احنا تبلناها كويس وبعد كده بقدونس برضو بقدونس يتحط برضو في البطن كويس اوكي تمام كده التتبيله سهله جدا جدا وبسيطة وخفيفه وبسيطه طعم السمك ده اهم حاجه بيبقى فعلا طعم السمك باين جدا انا جداً. بشوف لو ظبطت الملح والفلفل خصوصا مثلا مع فكره مش بس السمك واللحمه الستيك شويه ملح وفلفل وزبده هو ده بس هو ده هو ده, هو ده. ايوه فعلا هنبدا بقى نجيب الصينيه اللي هنحط فيها السمك في الفرن برضو هندي شويه زيت شويه زيت حلو شويه زيت بقى ون ايه ونفرقه كده على ال كده مثلا عشان يبقى كل الزيت متوزع تمام بحيث ان السمك ما يلزقش والرز اخباره ايه معانا الرز تمام نزل الميه اللي اتشربت لا هنحط عليه الميه دلوقتي على طول اوكي اهو يعني كوبايه رز كوبايه ميه اتشربت كوبايه ميه تمام زي الرز العادي خالص وهتحط بقى الملح ملح طبعا هو لونه كده جميل جدا وريحته حلوه وطعمه أيوة حلو الله ايه ده شويه ملح طبعا شكله مختلف قوي يعني انا عمري ما جربته بالطريقه دي بس وهنغطي عليه تمام ونسيبه بقى ونسيبه بقى هو كده خلاص يعتبر نوطي عليه ونسيبه صح هنوطي عليه ونسيبه اوكي خلاص السمك كده عملنا الزيت في ال وهنرش بقى شويه بقدونس برده في على الصينيه كده علشان ايه برده يمنحها انها تلزق اوكي ده اول ما اعرف المعلومه دي ان احنا ممكن نحط هيربس من تحت عشان السمك مثلا ما تلزقش او عشان أو يعني بالظبط كده هنا عندنا البطاطس البطاطس دي احنا سلقينها ودي الميه بتاعتها حلو فليه بقى الميه بتاعت البطاطس احنا بنسيب البطاطس في الميه بتاعتها علشان تطلع النشا اللي فيها عشان لما تدخل الفرن هتعمل صوص يبقى تقيل شويه حلو اصل انا يوجوالي لما بعمل صينيه سمك بدخل بطاطس نيه مش لا دي نص سلقه نص سلقه نص سلقه اوكي تبقى مسلوقه نص سلقه وتفضل شويه في الميه بتاعتها هي دي بقى برضو التريك بتاعت صينيه اسكندرانيه تمام فهي طبعا النشا كل ما يعني لما بيدخل الفرن وبيبدا يسخن بيتقل هيتقل بالظبط يبقى احنا كده خدنا البطاطس وحطيناها كده والبقدونس تمام هنبدا والسمك اللي احنا تبلناه بالملح والفلفل وشويه بقدونس هناخدها كده ونعمل ايه بقى خمس ليمونات او ست ليمونات على السمكيه ونبدا نعصرها عليها بقى او يعني نبدا ان احنا ننزل عليها بالليمون في بطنها وفي كل بقى يعني نديها كده تمام جدا كده بقت هي خلاص بالليمون وتحبشت كويس جدا زي الفل هنبدا نحط شرايح الطماطم عليها كده بالشكل ده تمام اهو ومعانا قرن الفلفل للي حابب بس هي بتدي طبعا تيست يعني حلو انا قوي. مثلا مش بحب الحاجه سبايسي بس بجد بحس ان السي فود بيحتاج سنه سبايسي هي طبعا هي بتديها سنه صغيره صح. حقيقي. مش بتبقى حقيقي. حراقه حقيقي. قوي حقيقي. بس هي بتديها لو سنه صغيره بقى تبقى حراقه قوي حسب بقى تعملها ازاي بس وبعد كده هنبدا ناخد الميه بتاعت البطاطس اللي احنا كنا اوريدي مجهزينها تمام ونغطيها بس يا دوبك نغطي البطاطس بالميه مش كتير بس مجرد ان احنا نغطي كده البطاطس بالميه ونكون بقى مجهزين فرن قبلها نكون مجهزين الفرن قبليها يبقى الفرن على درجه حراره عاليه وهيدخل الفرن اوكي يقعد في الفرن حوالي نص ساعه ساعه الا ربع حسب بيستوي بسرعه جدا يعني. حسب طبعا حجم السمكيه بالظبط احنا طبعا السمكيه دي بوري ممكن نعمل عروس بقى يا جماعه بقى حاجات حلوه دي بقى ممكن عروس ممكن وقار هيبقى حلو قوي ايوه تمام برضو اهم حاجه علشان يعني نبقى
تنظيف السمكه ده مهم جدا. يعني اهم حاجه واحنا شغالين في السمك بالذات يتنضف كويس قوي بالليمون، يتنقع في ميه بملح. تمام. القشر بتاعه لو هيدخل الفرن. لا طب واحده واحده كده يا شيف، يعني انا افتح البطن اوكي واشيل اللي جوه بالظبط كده. هو بننظف البطن وبننظف الزعانف والخياشيم بتاعتها، بنقص الزعانف بتاعتها طالما دي داخله الفرن. تمام. لو مشويه انا ببقى عايز الحاجات دي اصلا، صح، عشان يعني الشوي بيبقى انا محتاج القشر بتاعها ومحتاج الزعانف أكيد. عشان ما تلزقش على الشوايه. اكيد. تمام. بس طالما داخله الفرن فهي بتتنظف كلها، الزعانف بتتشال، القشر بتاعها بيتشال بالسكينه، بيتقشر كويس، وبننظف البطن وبننظف الايه الخياشيم بتاعتها بنشيلها، علشان هي دي اللي بتعمل ريحه الزفاره في السمك. طب هل سهل ان انا اشيل الشوك اللي جوه؟ لا، ما احنا دلوقتي لا، هي طبعا انا فاهمه احنا مش هنشيله. طبعا. بس طبعا. بس هو بس سهل يعني ان انا اشيل الشوك ولا صعب؟ ممكن نخليه بالظبط. ممكن نخليه بس او ممكن نفتحه سنجاري. يعني ممكن نفتحها من راسها. أيوة كده تبقى مفتوحه سنجاري. ايوه. ونعملها قطع فيليه. بس هو الفيليه يوجوالي بيبقى طبعا مع القشر بياض افضل يعني. بالظبط كده. عندنا بقى دي كده الطريقه البيزك بتاعت بتاعت صينيه السمك بالبطاطس. في كذا حاجه ثانيه ممكن نعملها، ممكن نحط عليها شويه كريمه. حلو. ده برضو هتبقى صينيه سمك بالكريمه. ايوه. ممكن لو حابين نحط عليها معلقه صلصه تدي برضو تيست فليفر تاني. يعني احنا بنقول كذا اوبشن. طب خلينا ندخلها الفرن. يلا بينا نشوف بقى تطلع عامله ازاي. تمام. احنا كده دخلناها، احنا اوريدي عاملين نسخه. عاملين واحده جاهزه. عاملين كوبي منها. تمام. علشان احلى حاجه في السمك انك ممكن تلعب بالفليفرز بشكل كبير قوي يعني. جدا. وهي طريقتها بسيطه، وبعدين احنا كمان عشان رمضان. ايوه. فعندنا الضغط بيبقى على اللحمه وعلى الفراخ. اللحمه والفراخ اكتر. حقيقي أكتر. حقيقي. فاحنا دلوقتي حقيقي. بنعمل حاجه بنقول للناس ايه، احنا السمك صحي جدا طبعا، خفيف على المعده. خصوصا ان الواحد بيبقى صايم فبيبقى عايز حاجه ما تبقاش تقيله على المعده. بتبقى مريحه، بتتهضم بسرعه. لا، مليان بروتين وفي نفس الوقت تنفع طبعاً. يعني دي تنفع دايت عشان هي كلها ني في ني، ما فيهاش اي حاجه دسمه، بسرعه يعني بالظبط. فهي لو اكل صحي جدا. البطاطس مسلوقه كلها. أيوه. يعني مطبوخه ني في ني وسهله وخفيفه على المعده. نشوف بقى الصينيه. نشوف الصينيه وصلت لفين. عايزه اقول لك ان انا متحمسه جدا للرز. الرز بالشبت ده بالنسبه لي يعني اختراع رائع. احنا كده خلصنا الصينيه. اوكي. الله يا شيف. لا يعني بصي بقى والريحه الله. يعني عايزه اقول لك ريحه تجنن. ايوه تحفه يعني. تسلم ايديك. نقلب بقى الرز تقريبا. الرز بتطمن على الرز. هو لسه محتاج طبعا. ايوه شويه. بس انا متخيله طعمه هيبقى رائع. هو بيبقى فعلا مختلف مختلف جدا. والسمك بيحب الشبت حقيقي. طيب ممكن نرفع الغطا نشوف شكله. طبعا. هو طبعا لسه الميه بجد شكله مختلف وريحته حلوه جدا. الميه طبعا جدا. وانا متخيله فعلا مع السمك هيبقى فيري ماتشنج يعني مع السمك. تمام. فاحنا دايما برضو بنقول ايه، ما نخليش الضغط على اللحمه والفراخ في رمضان. لا احنا ممكن يعني يبقى في بالانس. هم عشان بيحتاجوا بعد الصيام بقى اكله تقيله. اكله ترم العظم. هو في نفس السمك في نفس الوقت كمان السمك بيبقى سعره خفيف. هادي في رمضان بالذات. ما حسب السمكيه بقى. لا بس حتى السمكيه العاليه بتبقى سعرها هادي في رمضان، علشان ما يعني دايما الناس مش يوجوالي انها بتاكل سمك في رمضان طبعا. فكله بيبقى متجه ناحيه اللحمه والفراخ كده. هذه الحرشه. فدي فرصه ان احنا نعمل حاجات بقى يعني تيستي ومختلفه طبعاً. وسهله طبعاً. وسهله جدا، مش هتاخد وقت خالص. السمك اصلا ما بياخدش وقت. يعني لو حد مثلا بيشتغل بيجي من الشغل على طول مش لاحق ان هو يجهز دي ما بتاخدش وقت خالص. اقل كمان بتعمل اكله سمك بالظبط. طب احنا ممكن نبريزنت يلا بينا الرز. طبعا. هو خلاص يعني تقريبا كده هو
خلص. شيف تسلم ايديك، نورتنا وشرفتنا. ثانك يو والله. وتسلم ايديك، الحاجه تجنن وريحتها تجنن. هي طبعا ممكن ندي بقى في الاخر يعني رشه شبت اوكي عليها، جارنش بقى كده، جارنش بقى كده في الاخر اوكي، عشان يبقى شكلها لطيف. تمام. بس ميرسي يا شيف، نورتنا. ثانك يو، ميرسي. يور ويلكم. على ايه؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، استنونا في حلقات تانية كتير من هو وهنا.